يرون التطبيق تطبيق، والآن ورأيت شيخا، فالطفل مسكين، هذا الطفل ليش جرحوا رأسه؟ أول شيء هو منظر التطبير مفزع، يعني رهيب. وهو حجامة، لو أنه نظم التطبير في ملايين من الناس وجرحوا رؤوسهم وكانت ونزل دمهم على أكفانهم، ثم ماذا؟ مقابل إسرائيل؟ يا ريت في غزة يستعملون التطبير مقابل إسرائيل. في جنوب لبنان كان في عاشوراء التطبير، ماذا فعل بجنود اليهود؟ يرتجفون. التطبير ماذا؟ يعني ناس شباب الشيعة في يوم عاشوراء عندهم حماسة، نحن نريد أن نواسي، نريد أن نواسي، يضرب له على رأسه، راح يصير يفور دمه، يتصورون أنه هذا شيء. وطفل أمة تأتي به ناذرته، اجرحوا له رأسه حتى يتخضب من هذا الدم، مساواة للإمام الحسين عليه السلام.